منتخب ايه؟ ده مش منتخب والله بجد يعني. لا وانا بصراحه انا بطلت اشجع كوره زي الزفت. لا وحش قوي ولا اي حاجه خالص. لازم كلها في اتحاد الكوره لازم يتشال، والمدرب طبعا مش كفء. تجيب المنظومه من فوق الاساس الاول، صلح الاساس وبعد كده اتكلم بقى على الباقي اللي تحت. ده الملخص بتاع النتيجه كلها يعني، او ملخص الكوره في مصر عموما. اداء سيء وعلى الاطلاق يعني، وكروش والله يعني هو كان ظابط في الدنيا وكان ماسك نفسه. هو اداء ما توصفش، هو ما يذكرش اساسا يعني. المنتخب ما جاش لا رحيله لان هو ما ينفعش اساسا. بصراحه هو مش كويس خالص، التشكيله كانت غلط، اللعيبه ما كانتش عندها القدره ان هي تلعب، مش متفاهمين مع بعض، مفيش انسجام. مع بقاء اياب جلال ام رحيله؟ لا رحيله. رحيله طبعا فرق كتير يعني. ما انا همشي ايهاب جلال هجيب واحد تاني زي ايهاب جلال. لا ما يمشيش، اصل بقول لك العيب مش عيب مدير فني والله. ما نقيمهوش من مباراه واحده ولا اتنين، بس ايهاب جلال برضه ما ينفعش مع المنتخب. انت مدرب حرفيا يعني ما خدش ولا بطوله مع نادي من الانديه، يعني اسمه ملوش اي تاريخ، ملوش اي حاجه تذكر قبل كده. ايهاب جلال ما ينفعش من الاول. اتمنى وجود حسام حسن، اتمنى.